ايمن خد التصريح ده وتروح عامل نقطه كده وما تتكلمش. أي. تعرف اداء لعيبتك ايه؟ دايما خد خد اداء لعيبتك من تصريحات المدير الفني. ايوه ده المدير الفني بيتكلم كده، فهو متخيل ما بيتكلم مع لعيبته ازاي. هو ده الاحساس او ده التفكير اللي هينزل لعيبه النادي الاهلي. لسه ما كسبناش حاجه، لازم نقاتل نقاتل. هتلاقي ضغط، هتلاقي مفيش مساحات، هتلاقي بيحاول يدور على جول بسرعه والتاني والتالت ويخلي الشكل الشكل مقنع جدا ان هو مباراه الوداد دي حاجه مش طفره. لا ده هو ده النادي الاهلي وده اداء النادي الاهلي وده التفكير بتاع لعيبه النادي الاهلي. عشان كده بقول لك انا عن نفسي مش مفيش قلق، يعني مش قلقان ومش هدي فريق الوداد حقه، لكن على الجانب الاخر التفكير نفسه ما فيش مشكله. ايوه ده تشكيل النادي الاهلي، يعني ده اللي هو ده الرسم نفسه. ايوه ده الرسم نفسه كده. أي. 1-1-4-4-4 مجدي ومروان، لكن مزبوط. هي دي الشكل نفسه. لكن اما تيجي تدافع ايمن الموضوع بيختلف. اما تيجي تهاجم طبعا هتلاقي الشحات وهتلاقي جايه وهتلاقي على الجانب الاخر هتلاقي محمد هاني. مزبوط. ممكن هتلاقي احمد فتحي. ده بس الشكل نفسه او شكل لعيبه النادي الاهلي هتقابل ازاي لعيبه الوداد المغربي. وهتلاقي بقول لك انا هتلاقي النهارده من اول مباراه لو البدايه مع الوداد المغربي وحاول يحضر هتلاقي مروان وهتلاقي مجدي، هتلاقي مساحات قليله قوي، هتلاقي كل لعيبه النادي القريبه قوي المساحات قليله، عايز يقطع الكوره بيحافظ عليها كويس قوي، ودايما هتلاقي النادي الاهلي هو الفاعل مش رد الفعل. ايوه كابتن اسامه، طبعا زي ما قال الكابتن علاء هو النادي الاهلي دايما بيبقى هو الفاعل مش رد الفعل، ولكن ماتش النهارده تختلف حساباته بالنسبه للمديرين الفنيين. احنا النادي الاهلي كسبان 2-0، نادي الوداد المغربي جاي يعوض. ايه وجه الاختلاف بين المديرين الفنيين النهارده؟ النادي الاهلي بالعكس مدياله قوه وثقه اكتر. موضوع انك انت تكسب بره ملعبك 2-0، احنا ايمن وانت تعلم وكلنا لعبنا في افريقيا كتير وعارفين، احنا لما كنا بنلعب فرق كبيره بره ونعمل نتيجه ايجابيه تعادل مثلا او حتى لا قدر الله كنا بنخسر 1، كنا باجيين منتشيين جدا وعندنا احساس غير طبيعي ان احنا هنكسب. فما بالك انت كسبان 2-0، فالتخوف اللي عند الناس او عند الجهاز منطقي من الحسابات اللي هي المباراه لسه مباراه 90 دقيقه تاني، يعني لسه جزء تاني. ولكن فعليا احنا كلاعيبه كوره لا، النادي الاهلي عنده ثقه كبيره جدا في نفسه بعد مكسب 2-0. النادي الاهلي اقرب كتير جدا للمباراه ان شاء الله النهائيه. احنا بنتكلم واللعيبه خلاص مثلا ما حدش سامعنا، ناقص نص ساعه ولا ساعه على ساعه على المباراه. الاهلي فرصته تعدي 90%. الكلام ده لما انا كمدير فني اوصله للعيبه ان اقول لهم ان الموضوع انتهى وانه ما تبذلوش جهد، لكن ده مش هيحصل. مفيش مدير فني مفيش حد هيقول كده. ما هو ده اللي بقوله لك، ما حدش هيقول كده. فاللعيبه عارفه قيمه المباراه وعارفه ان هي هتعمل حسابها ان هي اكن المباراه الاولى انتهت تعادل ولسه في مباراه ثانيه، لكن ال 2-0 تدينا ثقه في نفسنا جدا. عشان كده انا بقول انه في ناس بتقول انه مستر موسيماني يلعب متحفظ ليه؟ بالعكس لازم يلعب بطبيعته. لما ساعه الهجوم لازم يبقى في كثافه في الهجوم وزياده عدديه من حسين الشحات، من قفشه، من اجاييه، من واحد من عمرو السوليه واليو ديانج زي ما بيحصل مع مروان. يعني بيبقوا على ال 18 خارج سواء ديانج او السوليه، ودخول مع من جونيور اجاييه والشحات، طلوع واحد من فتحي او وهاني، يعني لازم يبقى في تهديد قوي لمرمى الوداد. لانك انت جبت جون الموضوع بالنسبه لهم قتل. يعني احنا شفنا لما جبنا جون في اول 3 دقايق هناك هم نفسيا منهارين، فما بالك لو جه فيهم جون هنا. فشكل الطريقه لما بتتقال 4-4-1-1 هي ايمن 4-2-3-1، يعني المسميات سيبك من المسميات، شكل الطريقه واضح ان في ثلاثي خلف مروان اللي هو جونيور اجاييه وقفشه وحسين الشحات. ودي كانت مختلفه شويه في الفتره بتاعت فايلر في الفتره الاخيره قبل ما يمشي. يعني فايلر ابتدى كده في الدور الاولاني، والنادي الاهلي بقى له 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين بنلعب بنفس الطريقه اللي هي 4-2-3-1 مع حسام البدري، مع مارتينيول، مع كل الناس اللي اشتغلت في الفتره الاخيره. لاسارتي
لكن اللي كان غير شويه هو كان فايلر في الدور الثاني مش الدور الاولاني. كان بيودي قفشه ناحيه الجناح، واحنا كلنا متفقين انه قفشه ما تقعدش تخليه يرجع صح. 50 و60 متر لورا ويقفل مع هاني او فتحي ويطلع تاني عشان يطلع لقدام، لا مش طبيعته قفشه. ويمكن انت لو ترجع للاستوديو اللي فات اللي كان قبل المباراه انا قلت لك قفشه مهم انه يلعب هناك عشان الاستحواذ، لان نص ملعبهم بيلعب بواحد ارتكاز بس، وايمن الحسوني ووليد الكارتي اساسا لعيبه تحت راس الحرب مظبوط، فنص ملعب فاضي. فانا قلت لك انه المفروض يلعب قفشه، فهو رجع قفشه للوضع الطبيعي بتاعه اللي هو تحت المهاجم، وشفنا تاثيره في المباراه اللي فاتت، عنده الاستلام والتسليم حلو جدا، من اكتر لعيبه النادي الاهلي عندها استلام وتسليم كويس. بيعرف يعمل تمريرات بينيه كويس، عنده ثقه ما بيخافش من الاستلام. يعني في لعيبه في الماتشات تخاف وتستخبى، قفشه لا بيظهر لكل واحد عشان يستلم، تلاقيه مع قريب لديانج، قريب للسوليه، قريب للشحات، قريب لجونيور اجاييه.